أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر اليوم. هذه حلقة الجمعة، والحمد لله أدعو أن تكون جمعة مباركة عليكم وعلينا بأمر الله تعالى وعلى الأمة العربية جميعها. تعودنا نبدأها بكلمات الله ونختتمها بكلمات الله ليكون كل ما بين كلمات الله حق ورسالة وأمانة نحملها على كتفينا لكي نوصلها بحق وأمانة إليكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحقيقة أعزائي المشاهدين، في آخر حلقة في الأسبوع الماضي تحدثت إليكم إننا هنشتغل في التنمية البشرية وأنواعها، وإزاي نتدرب عليها، وإزاي نلعب دور كإعلام وكبرنامج معاكم في إن إحنا ننميها ونبدأ فيها. ولكن الأحداث كانت أسرع من الأسبوع الحالي، فخلتني أتكلم الحلقة اللي فاتت على ما يحدث في المنطقة. الحقيقة النهاردة الجمعة، وانتوا كلكم الحمد لله او اغلبكم طابخ، وجيتوا بقى بعد الصلاة تاكلوا الظفر، والست بقى اللي دبحة جوز فراخ، واللي دبحة ذكر بط، واللي مربى شوية حمام بقى، ده اذا كانت بتربي، وخدت لها جوز حمام ودبحت، والراجل بقى حبيبي ده رجع من الصلاة مسك المعلقة وقام ضارب 3-4 معالق في حلة الشوربة ومعلقتين في حلة الرز، وضرب 6-7 معالق في حلة الطبيخ. حاكم احنا يوم الجمعة بنبقى رايقين قوي، بنخلص صلاة طالعين بقى من يوم الخميس يوم مزاجه عالي الى يوم الجمعة، ها الظفر بقى ولا حتة اللحمة ايا كان، يعني بالصلاة على النبي انتوا النهاردة واكلين ورايقين. عشان كده انا عايز اتكلم معاكم برواقة، الرايق يسمع الرايق. الحقيقة انتوا عايشين معانا واحنا عايشين معاكم من سنة 2011 الى 2019، يعني فترة صغيرة 8 سنين، محدش قدر يقف ويفكر، وممكن يكون في ناس وقفت تفكر، وفي ناس اهي ابو طبيخ بقى فرحان النهارده الجمعة ضرب طبيخ لما شبع، وام طبيخة اجنت طبيخ لما رأت. ولكن ال8 سنين دول احنا لازم نقف قدامهم، نقف قدامهم لان الشغل كله في ال8 سنين ده خطة بنت لذين. بدأ يا اخويا ما هم ايه زي ما انا قلت لكم امبارح، شغالين بنظرية خض اللبن. الجماعة بقى بتوع البندر ما يعرفوش يعني ايه خض اللبن. خض اللبن يعني بيفرزهم القشطة من اللبن. فالنظرية اللي شغالة علينا يا اولاد شبه نظرية خض اللبن. الله، قاموا عملوا ايه؟ ركز وحط كوباية الشاي قدامك كده، واللي ضارب شيشة يركز، واللي ضارب سجارة يسمع بمزاج،
وشد في كوباية الشاي، انا شايفك وايدك بتتمد على كوباية الشاي، شد فيها بروقان كده واسمعني. عملوا ايه يابا انت وهو؟ اقول بدأوا لنا بتونس في الغرب، خلي بالك، وقاموا معديين ليبيا وداخلين على مصر، اسمع، ورجعوا تاني دخلوا ليبيا وطلعوا من ليبيا على سوريا. وهوب سمعت فين؟ في اليمن. الست مين؟ اسمها عايز بنت الزرقاء دي، اسمها ايه؟ كريمان ولا اسمها ايه؟ اللي كانت بتطلع لنا يا اخويا وتقعد تتكلم وعامله نفسها بقى مثقفه وتطالب بالديمقراطيه في اليمن. ده اليمن يا بنتي بياكلوا بالعافيه. ديمقراطيه قبل الاكل. هل الديمقراطيه قبل المام؟ المهم قعدت تتكلم الست توكل كريمان بنت زرقاء كده فاكرينها؟ المهم الست توكل كريمان قعدت تقول في اليمن ديمقراطيه. توكل ايه؟ هي عز كرمال، ايوه كرمان كركر. ست كركر بقى جت هكركره لما تكركرها خالص، قال تتكلم فين؟ في اليمن. قامت اليمن قامت، فجالك من الغرب للوسط ورجع غرب تاني وقام ضربك شرق وقام جايبك جنوب، بيفرز اللبن بقى ويقول لك ثورات الربيع العربي والجهلاء يعملوا ايه بقى؟ يجرم ويبرطعوا قوي ويطلعوا لي بقى في القنوات ويتصدروا لي القنوات والكلام والسلام، والست متوكل كرمان والست مش عارف مين في مصر والاستاذ مين وحاجات غريبه كده، ويقول لك وائل ايه؟ اسمه ايه؟ غنيم. واللي يعيط واللي يتنهني واحنا قاعدين على الكنبه نتفرج وهم بيحرقوا في البلاد، ولعوا فيه، بيرموا فيها بنزين ونار وكبريت. شايف الشغل؟ وحروب الجيل الرابع شغالة شغل، والكل عمال بينفذ، الكل بينفذ حروب الجيل الرابع. واللي حصل سقوط هذه الدول، سقطت اليمن وسقطت سوريا وسقطت ليبيا، وما تزال إلى اليوم تونس في حالة غير مستقرة، واقتصاد بيتراجع كل يوم. وبعدين قعدنا بقى الطابور الخامس شغال في سوريا اتحولت لحرب أهلية، الطابور الخامس شغال في اليمن اتحولت لحرب أهلية، الطابور الخامس شغال في مصر ولكن إلا مصر شعب أبي له خصائص ومواصفات ودرجة ذكاء وإيه؟ وإرادة من الرحمن وقدر من الرحمن. وليبيا سقط. وقعدنا بقى في التلفزيونات، الجماعة بقى بتوع التلفزيونات شغالين، واخد بالك، اللي يطلع ينظر واللي يطلع يقول لك جواز واللي يطلع يقول لك مش عارف ايه، ويتعمل برلمان قندهار، كل دقن قد كده يا اخويا مليانه امل ملهاش حل، وعايزين يدمروا البلاد. وقف الشعب المصري حضرتك بإرادة لا تلين
وعزيمة لم يستطع أحد على مر 9000 عام أن يكسرها. وتخيل البعض إنها بقى إيه جاهزة لأنها تتكسر. ففوجئوا بالمارد الذي تتخطى قوته قوة أسود الأرض جميعه. فهو الشعب المصري يقف رافضا أن تسقط مصر ويضرب حروب الجيل الرابع فيدمرها تدمير ويلتحم التحاما غير طبيعي واتحادا لم يكن يتوقعه أحد مع جيشه ومع قواته المسلحة فيفرض النصر والانتصار بإرادته وعزيمته. بينما في سوريا يا ولده دماء تسير على الأرض، في اليمن يا ولده دماء تسير على الأرض وحروب أهلية، في ليبيا نفس النظام، في تونس كانت قاب قوسين أو أدنى لولا أن الشعب التونسي أيضا شعب القيروان له تاريخه وبصيرته فتوقف. ولكن بعد أن خلخلت وأضعفت المؤسسات في تونس كانت رحلة. وفي البحرين محاولات لإسقاط دولة البحرين. ويقف مجلس التعاون الخليجي وقفة قوية داعما للبحرين، بينما إيران التي هي أداة من أدوات الماسونية العالمية تحاول إسقاط البحرين. يبقى كان عندنا في الوقت ده البحرين وسوريا واليمن وليبيا وتونس ومصر، 6 دول في وقت واحد ما بينهم وبين بعض أسابيع، خطة موضوعة لا توقيتات وتشتغل بقى. النار بقى تأكل الهشيم بنظريات التآكل الذاتي للشعوب من خلال ما يسمى بمؤسسات المجتمع الايه المدني ايه الادوات الناعمة. ويتحدثون بكلام معسول وكلام يكتذب العقول والقلوب، في ظاهره حق وفي باطنه كل ألوان وأنواع الباطل، باطل كل لإحراق الجنس العربي. شو ده اللي حصل؟ نقعد بقى نشتغل في الكلام ده قد ايه؟ من 2011 في مصر لغاية 2014 وفي بقية الدول شغال لغاية دلوقتي. ثم يدخل عليك بالموجة التانية بقى بقية الدول، بقى يدخل عليك بمجموعة أخرى من الدول، فداخل عليك بالجزائر وداخل عليك بالسودان وربنا يستر على الباقي. رمالك دولتين في حالة عدم الاستقرار. عندما أجلس أتابع وأستمع لطلبات جماعة إخوان الشيطان واليساريين في الجزائر والطابور الخامس الذي اندس في الشعب الجزائري من الشعب الجزائري للأسف، أجد كل ما كان يقال على شاشات التلفزيون في مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن كلام واحد، فيش تغيير، نفس الاسطمبة ولا بيقولوا نفس الطبعة، اكلاشيه
تاني مرة بنفس السيناريو. بينما العرب غائبون، تائهون، مغيبون، فقد الوعي وطارت المعرفة، وسيأتي يوم يقولون ذهبت السكرة وجاءت الفكرة. ليه؟ لأننا تعلمنا أننا لابد أن نتعلم من تجارب الآخرين إن كنا نفهم أو مثقفين أو لدينا وعي. بينما نحن العرب لا نتعلم من تجارب الأشقاء ونقع في نفس الورطة وفي نفس المأزق وفي نفس المطب وفي نفس الهباب والطين اللي وقع فيه اخواتنا اللي قبلنا. فهذا ما يدور في الجزائر، وهذا ما يدور في السودان. ما يدور في الجزائر تصميم من الطابور الخامس الذي ملأ الرأي العام في الشارع بالتشكيك وبالفتن وبالدسائس وبالوقائع في قلب الشارع الجزائري ووسط الشعب الجزائري المناضل. الهدف الإطاحة بمؤسسات الدولة وليست الإطاحة بأشخاص، فالمعلن رفض أشخاص، بينما الباطن يعني الظاهر رفض أشخاص، مش عارف رئيس البرلمان، لا مش عارف أربعة مين، ده الظاهر. بينما الباطن الخفي الذي قام العدو بدسه، عدو الشعب العربي وعدو الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري جزء من كل. هو إسقاط مؤسسات الدولة في الجزائر. ننتقل إلى السودان، نجد الوضع صورة طبق الأصل. ما يحدث في الجزائر يحدث مشابها له بكل جنباته ومطالبه في السودان. الهدف إسقاط الدولة للأسف الشديد. هناك فارق كبير بين تغيير الأشخاص وإسقاط الدول والمؤسسات. ليه بقى؟ علشان اللي بيحصل ده اسمه الموجة التانية التي تنطلق منها إلى ما تبقى من دول عربية وإلى الدول العربية التي استطاعت أن تهزم الموجة الأولى. مين الدول اللي استطاعت ان هي تهزم الموجة الأولى؟ مصر، ثم تونس بدرجة بسيطة كده يعني تعادل، ثم البحرين. من ضمن باقي الدول العربية. فالمرحلة اللي جاية يا سيدنا هي حرب شديدة القوة، عملية إعادة لحرب مرة أخرى على مصر، عليكم أنت وعلى دول الخليج العربي بأكمله، وعلى العراق، لأن البداية كانت بالعراق. ولكن الخطة اللي اتنفذت في العراق كانت غير الخطة اللي اتنفذت في الدول العربية اللي هي دلوقتي نعدها بقى: مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، تونس، البحرين، دلوقتي الجزائر والسودان، 8 دول النهاردة.
من 22 أسقوص، وأنا آسف أنا ناسي دولة مهمة، الصومال، دولة 9، والصومال قديمة زي العراق، حالة دولة فاشلة في الصومال بقالها أكتر من 15 سنة. يبقى 9 دول من 22 دولة، فاضل كام؟ فاضل كام يا عايز؟ ما نشيل منهم 10 يبقى 12، فاضل 13 دولة عربية، اللي هم موريتانيا والمغرب، وبعدين ننقل على الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة عمان، وإيه تاني عد معاه؟ عز عمان ودولة الكويت. أعرض لي يا عم الدول العربية، الوطن العربي. ما اتفضل يا بيه. هنقف مع بعض بقى. خليك معايا يابا، انت رازق غدوة النهاردة مية مية. انت شربت مرقة بالليمون يا ولا ما عصرتش عليها ليمون؟ ترد يا ولا، حطيت ليمون على المرقة ولا شربتها من غير ليمون وضربت كده وخلاص؟ ده انا اقولك على حاجة حلوة اوي، لما تبقى شوربة سمينة شوية وتحط عليها شوية ليمون، يا سلام بتكيف. والنبي تلاقيك عملت كده وحطيت ليمون، زمان لسه طعمها ببقك. فاضل مين بقى يا حبيبي؟ فاضل موريتانيا والمغرب والأردن ولبنان والسعودية والإمارات وعمان وبس. امال فين بقيت الديون؟ ادي يا سيدي، شفت الشغل كان بادئ ازاي بقى؟ الشغل كان بادئ تونس، مصر، ليبيا، سوريا، البحرين، اليمن، قبل كده كانت العراق بقى اشتغل بقى، والعراق بقى وقع، وهناك حدود ما بين العراق وما بين سوريا، وحالة الفوضى وحالة ضعف الدولة وعدم وجود هيبة للدولة في العراق أدت إلى سقوط الدولة في سوريا، اتفتحت الحدود وأصبحت هذه المنطقة مشاعا ومحللة للجماعات الفوضى وللجماعات الإرهابية وللميليشيات وإلى كل ما تم في الأيام الماضية. شايفين ده؟ واليمن النهارده شغال نفس الوضع. بينقل لي بقى الشغل هنا، الجزائر، ليبيا، عندنا في الحتة دي دول افريقية، والمنطقة اللي انا حاطط فيها العصاية بتاعتي ده اسمها منطقة الصحراء الكبرى، علشان يعمل علشان يطلع بالارهاب كده اهو، ويقوم داخل بيه كده اهو، شايف اهو، ادي الخطة يا حبيبي، ماشي كده اهو، جاي كده اهو، هاي يطلع كده اهو، كده اهو، كده اهو، قوم داخل هنا، يطلع بقى وبعدين يرجع تاني من هنا، ويبقى هو كده حاصر في الأمة العربية كلها. وزي ما انا قلت لكم حزام النار. الخريطة بتاع امبارح يا عز اللي قلت لك عليها جبتها يا عماد، القديمة اللي هي المناطق المشتعلة اللي احنا كنا بنزح، فاكرها؟ موجودة معاك يا عز، جبتها؟ طب ضروري يا عز، لازم حلقة بكرة. ليه؟ لأن النهاردة حضرتك لازم يعني ربنا ادالك مخ يا جدع، مش علشان خاطر تستنى بيهم الجمعة عشان الظفر اللي بالطبخ، واخد بالك، وشوية المحشي طبعا في الشتاء بقى بيبقى الكرنب زي ما انت فاهم، وفي الصيف بقى شوية ورق عنب ولا شوية خس ولا شوية أي حاجة، المهم محشي وخلاص،
وفي محشي كوسه بقى والبتنجان والبتاع. لا، ربنا خلق لنا العقل مش عشان نستنى يوم الجمعه، ربنا خلق لنا العقل علشان في درجه ذكاء كبيره قوي يفرق بيننا وبين مين؟ الحيوان، بدرجه ذكاء العقل نقوم نفهم ان ما يدور اليوم على الارض العربيه هي حروب الجيل الخامس وبقوه واشد شراسه من حروب الجيل الرابع. عندنا 17 قناه شغاله في الحرب دي من قيمة شهر، كانت القنوات دي شغالة على مصر وسوريا ومنطقة الدول العربية في شمال شرق الوطن العربي وعلى دول الخليج العربي وعلى ليبيا وتونس والمغرب وموريتانيا، كانت شغالة على الكل. ولكن كان أي برنامج في القنوات دي أو القناة، كل قناة لها حاجة اسمها قوام، قوام يعني جسد، الجسم بتاعها كله شغال على مصر هي الأساس، وتتشعب من مصر على الدول العربية، ولكن كان التركيز في الشرق. دلوقتي التركيز في الغرب. ازاي؟ مع أصلها صنعة مش أي كلام، يقومون بيخلقهم الأحداث ثم يبعثون بالإعلام لكي يغطي الأحداث فيذهب الرأي العام إلى منطقة الأحداث وعمال يتفرج ومش هو ومش فاهم إنه بالسحب زي المطية ما بتسحب، ويقوم يطلع لي واحد في البرلمان الامريكي اسمه باترياك السيناتور باترياك بقى بيقول ايه؟ بيقول ان احنا مطية، احنا الاعلام المصري مطية للنظام المصري. والله طب ده انت اللي مطية للماسونية العالمية، انت مطيت ابناء العم يا سباتريك، تفكرني مش عارفك حافظك وانت عضو في مجلس الشيوخ، الله يسهلك. ولكن عندما يقوم بسب الاعلام المصري فنحن قادرين على الرد ونقول لك من انت، أنت عضو في مجلس الشيوخ لك ميول ولك عواطف بتكره الجنس العربي وينظر إلى الجنس العربي على أنه من الأجناس الدرجة ثالثة من البشر الدرجة ثالثة، فيقول لك دول ما بيفهموش، وإن الإعلام بتاعهم وخاصة الإعلام المصري مطية للنظام المصري. لا يا حبيبي، نحن لسنا مطية للنظام المصري، نحن مطية للشعب. أنا شرف لي إن أنا أكون خدام وحامل للشعب المصري والعربي. إنما النهاردة سيباتريك اسلوب التشكيك والشغل بقى بتاع ايه؟ بتاع تنفيذ تكتيكات واليات احد مراحل حروب الجيل الخامس التي تستهدف احداث فجوة بين السلطة الحاكمة وبين الشعب، يعني السلطة تبقى في وادي والشعب في وادي، ندخل احنا بقى نولع الدنيا. لن نسمح لأحد بعد 25 يناير
أن يدخل لإحراق الشعب المصري مرة أخرى، ولن يسمح الشعب المصري الذي تعلم الدرس أن يحدث ذلك، لأن لو حدث ده ربما تكون النهاية. وهذه الخطة لكي يتحول الشعب المصري إلى مطية. مين تركبها بقى ويركبها؟ عمك باتريك وإيه والجماعة اللي هو منهم، هو ده المطلوب إن هم يركبون. علشان إيه؟ ياخدوا الأسرار بتاعي، أسرار مصر، لأن اللعبة كلها على آخر الزمان. اللي حضراتكم شايفينه على الأرض ده كله دلوقتي، الهدف منه هو آخر الزمان. يبقى الهدف منه إيه يا سيادنا؟ آخر الزمان. يعني ما بقى ألعب في الجرافات يا أخويا، ألاقي المخرج ومن طير الهوى يبعدون. طب الناس عايزه تشوفني بعمل ايه في الجرافطه؟ يقوم هم يبعدوني عشان الناس ما تشوفني. يا اخي الناس عايزه تشوف انا بعمل ايه في الجرافطه. بسيبه، سيبني عشان خاطر يعرف. مفيش اي مشكله، مفيش مش عيب يعني. عرفت يابا؟ فهمت يا عبد السلام؟ عبد السلام، عبد السلام، شيب الجوزة اللي انت ماسكها يا عبد السلام ارميها في الارض واسمع الكلام يا اخويا. ماسك لي بالغابة زي البزازة كده فراغ. اسمع، ادي الليلة يا بيه، تقوم حضرتك بقى تتزعزع الثقة، الثقة بتاعتك تتزعزع بقى، ويحصل تشكيك، وتقعد تقول احنا رايحين على فين واحنا ماشيين صح ولا غلط، ما انت دماغك متبرجل، فتحصل الفجوة. الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا واقفين في ظهره بأمانة يعني. ليه؟ لأن هذه المرحلة مرحلة ليست مرحلة أنت مصير ولا مخير، لا للأسف هو حطك في مرحلة أنك لابد أن تخير بخيار واحد، أن تتحد وتقف وقفة رجل واحد متحدا خلف السلطة الحاكمة وخلف رئيس الدولة، حتى لو كان هذا يكلفك تحمل أعباء بتضايقك وتتعب نفسيتك. لما نفسيتي تتعب النهاردة شوية، بكرة هبقى فرحان وسعيد، إنما لما يضحك علي النهاردة ويتنفس فيا نظرية خض اللبن، ما هو بيخضخضوا دماغك بقى، بيخطخطوا دماغك بإيه؟ اسمع الكلام، بالسبعتاشر قناة وشوية المواقع اللي على الإنترنت والكلام اللي يشككك في نفسك، كلام يشككك في نفسك أنت، لأن الإسقاط بيقوم على التشكيك، كما أن التأكيد يقوم على الفهم. يا سيادنا، الأمة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج، وفي القلب منها مصر، تتعرض الآن إلى حرب لم نكن، وأنا شخصيا لم أكن أتوقع قوتها، ولم أكن أتخيل أن هناك لاعبين يلعبون بقوة وشراسة ضد العرب.
وهي انجلترا التي تعاني اليوم من مشاكل مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية البريكسيت والخروج باتفاق من الاتحاد الاوروبي او الخروج بعدم اتفاق او دعوة الشعب الاستفتاء على الخروج من عدمه مرة اخرى. إذن حالة عدم من الاستقرار الاقتصادي والسياسي ربما تطيح بالحكومة، ربما تطيح بالنظام البريطاني الاقتصادي إلى آخره، من مشاكل كبرى لدى بريطانيا بسبب هذا الأمر. ورغم ذلك أفاجأ أنها عضو أساسي في فريق تدمير العرب. بتظهر فجأة لما يقوم المشير خليفة حفتر بتحريك قواته لحصار طرابلس الممتلئة بالإرهاب. طرابلس فيها أكتر من 7 ميليشيات. عد معايا: تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، الجهادية السلفية، جماعة الإخوان، هذه 4 ميليشيات موجودة في قلب طرابلس، والثلاثة الباقيين مش عارف. 7 ميليشيات. عندما ميليشيات ايه بقى؟ زي نظام سوريا كده بقى والكلام اللي انت فاهمه. عندما يقوم خليفة حفتر بحصار طرابلس نفاجأ بانطلاق المارد الانجليزي بغضبه غاضبا، ويدعو مجلس الامن ويوجه وسائل اعلامه: اين انتم ايها الانجليز؟ هل انتم في مشاكلكم الخاصة بالاتحاد الاوروبي ام انتم في حربكم ضد العرب؟ من الذي يتحكم في الاقتصاد الانجليزي تحكما كاملا كاملا؟ هي العائلات الأربع من بني إسرائيل أبناء عمومتنا الأشقاء، يعني ابن عمك شيء كده على طول. انت بقى يابا دارس عنهم؟ درست ايه؟ درست ايه؟ الانتخابات الإسرائيلية دي حد تابعها يا له؟ حد قاعد ركز في الانتخابات الإسرائيلية وشغالة ازاي وماشية ازاي، والصراع ما بين حزب عمك نتنياهو، ابن عمك نتنياهو، والصراع ما بين ابن عمك غايتس ولا اسمه ايه اللي كان رئيس الاركان الاسرائيلي ده؟ حد تابع ياضي الكلام ده ولا ركز فيه ولا عرف الشغل اللي بيتعمل؟ الشغل اللي بيتعمل في اسرائيل ده بيتصدر جميع وسائل الاعلام، ومنهم ال 17 قناه اللي بتضرب فيك ومتوجهه اليك علشان انت تفكر ان الدنيا ملبوخه في اسرائيل، وخاصة ان عمك ايه ابن عمك نتنياهو بيقول لك بمطارد بقضايا فساد وكلام من ده، وانت بقى عمال تقول اه مش عارف ايه ده يعملهم وهو يبعد تفكيرك ونظرك ويبعد كل شيء، عشان هو عارف ان انت لما بتقرا بتفهمش، ويبعد كل شيء ممكن تتوقعه عن دماغك ويشغلك في مسرحية جوه إسرائيل، بينما السياسة والهدف والقضية لدى أبناء عمك لا تتغير. وتفاجأ بتسريبات أن أمريكا زعلانة من أن مصر بتعيد بناء قوتها المسلحة بهذه القوة الجبارة، ويقول لك ده الامريكان زعلانين ان احنا بنشتري سلاح من روسيا. طب ما احنا يا ولاد من سنة 73 وانت راجع لسنة 55 ولا 58 ما بنشتري السلاح الا من الاتحاد السوفيتي، اللي هي نفس المصانع اللي تحولت ملكياتها لروسيا. ولكن هنا في معركة اقتصادية. بعد ما مصانع السلاح الروسية وقفت على رجليها
وشدت حيلها والثعلب الثعلب التلجي بقى، وده اخطر انواع الثعالب بتوع التلج ده، وهو بوتين اخطر رئيس قاد روسيا في 100 عام الاخير. تخيل حظك، زي ما انا امبارح قلت ان الرئيس ترامب هو اخطر رئيس تولى امر الولايات المتحدة الامريكية في القرن الماضي يعني لمدة 100 سنة، برضو بوتين هو اخطر رئيس قاد روسيا منذ عام 1917، اخطر رئيس من 1917 يقود روسيا هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعاد بناء روسيا في 18 سنة وجعل مصانع السلاح الروسية تنافس مصانع السلاح الأمريكية منافسة شديدة. ومصر بعد ما اتحرقت في الوقت من 2011 وحتى 2014 إعادة بناء رؤيتها السياسية العالمية، وقالت لك لابد من أن يكون هناك توازن شديد وأن يكون هناك مصالح استراتيجية قوية مع مجموعة من الحلفاء وليس مع حليف واحد، فقامت مصر بعمل تحالف شديد عميق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقامت مصر بعمل تحالف شديد عميق مع روسيا الاتحادية، وأيضا مع الصين ومع فرنسا ومع ألمانيا مع عدد من الدول الصناعية السبع الكبرى لإحداث التوازن السياسي في السياسة الخارجية الذي ينعكس على السياسة المحلية، فلا يتحكم أحد في مصير الشعب المصري ولا في غذاء الشعب المصري ولا في سلاح الشعب المصري ولا في زراعة الشعب المصري ولا في صناعة الشعب المصري. المشككين بقى 17 قناة شغالين قاعدين عمالين يهاجموا الرئيس المنتصر. اسمع دي بقى، الرئيس المنتصر الذي حقق انتصارا شديدا في سياسته الخارجية عبد الفتاح السيسي، حقيقة أنا بكون فرحان لما بجد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الرئيس السيسي هو مصر، عندما يكون خارج مصر، عندما يطير إلى أمريكا أو يطير إلى روسيا أو ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا أو أي من دول العالم، يابان إلى آخره، وأجد ممثلي هذه الدولة يقفون إجلالا واحتراما وتقديرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بكون في منتهى السعادة، لأنهم يقفون لمصر ونحن شعب مصر، فنحن مصر ومصر نحن، احنا مصر ومصر احنا. فعندما يتم احترام الرئيس السيسي فهو تم احترام 105 مليون مواطن من اهل مصر. لا حضرتك اقول، انما احنا بقى بنحترم ايه؟ الظفر اللي كان النهار. طب والنبي الظفر ده ضحكوا عليك في يوم وخلوكوا طلعتوا قمتم تدبحوا في البط وتدبحوا في الفراخ وتدبحوا في الحمام، طيرتوا الظفر بتاعكم كله عشان خايبين جهله، ما عندكوش ثقافه ولا علم ولا وعي، ولا عارفين ان القصه كانت صراع بين شركتين من الشركات الكبرى في انتاج الادويه بتاع الفراخ والظفر،
شركة عايزة تبيع استغلت الجهل وقالت لك انفلونزا الطيور. فانزت ايه يا اخوي؟ ما طول عمر الشطة بتيجي عندنا في الفراخ يا اخويا من يوم ما وقعنا على الارض، ما حدش قال لنا عليها انها انفلونزا ليه يابا؟ كلام الهدف منه استغلال الجاهل والجهلاء في ان يدمروا ثرواته. قمنا بتدمير الثروه بتاعتنا. النهارده في البيوت الستات بقى ما صدقت، قالت لك احنا لسه هنربي الطيور تاني، ولسه اقعد اتعب نفسي واكنس للفراخ واحط مش عارف ايه. يلا يعني انا شاكك ان شويه الظفر اللي انت كلتهم النهارده دول شاريينهم يا اخويا من عند الدكان، مش جايبهم من على السطح، ولا اللي شاريه من سوق التلات ولا سوق الخميس. شفت حضرتك بتلعب بيك ازاي لكي تدمر؟ ولا ترى امام عيني الا الاسود بينما الابيض لا تراه، لان الجاهل عندما يحكم الانسان على اي امر لابد ان يحكم من كافة الزوايا. الشباب اللي طالعين يقول لك يا الطرق لازمتها ايه؟ يا الكباري لازمتها ايه؟ اذا كان محمد علي باشا يالا اللي انت بتدرسه في التاريخ يالا انه رائد نهضة مصر الحديثة الاولى يالا قام بشق الترع والقنوات واقامة الطرق والسدود فاقام نهضة مصر الحديثة الاولى. طيب يعني هو محمد علي كان يقوم النهضة عشان يعمل طرق، واحنا لما بنيجي نعمل طرق دلوقتي مش هنعمل نهضة؟ يال الله، ده انت يالا زي ما قال عليك ولاد عمك بالظبط بالظبط، وانت بتساعدهم يا اخوي ساعد قوي. بصلي هتاخد مني حته يعني؟ بص يا خبره طحور فوق يا سيادنا، فوق يا سيادنا، نحن الان نعيش واحده من اخطر الحروب التي اطلقت علينا من فوق أرض الجزائر العربية الشقيقة، لأنهم يستهدفون إسقاط الجيش الجزائري أولا ثم إسقاط باقي مؤسسات الدولة وتدمير الجزائر بلدا وأرضا وشعبا. لذلك أناشد الشعب الجزائري الشقيق، شعب العربي المناضل، أن يتوخوا الحذر. وبعدين طلع لي الأخت الصحفية في قناة 24 تقول ده القائد أحمد قايد صالح قائد الجيش بيقول أن هناك مؤامرة وعدو ومش راضي يقول. لا أنا هقول لك يا أختي مين العدو بتاع؟ العدو بتاعك ولاد عمك، عارفاهم ولا أقول لك عليه؟ أنت مش صحفية وبتقري؟ ولاد عمك هم اللي عايزين يسقطوك، ولاد عمك هم اللي بيستخدموا الأدوات سواء كانوا بيستخدموا دول أوروبية أو بيستخدموا دول عربية، وهي قطر. قطر عايزة توقعك يا ست الجزائرية ويا ست جزائري. عرفتوا مين أعدائكم؟ أعدائكم هو جورج سورس، أعدائكم هو برنارد ليفي. عارفين جورج سورس وبرنارد ليفي؟ جورج سورس هو قائد الوقفية اليهودية في أمريكا ومخترع حروب الجيل الرابع والحروب الناعمة واستخدام مؤسسات المجتمع المدني. هو اللي صنع الثورات الملونة في أوروبا الشرقية، وهو اللي صنع ثورات الخريف العربي في الوطن العربي. يا بني قومي في الجزائر هذا هو عدوكم برنارد ليفي، اللي قال لابد أن الجزائر أرض يهودية ولا بد أن تعود إلى ملاكها. ادي اعداك يا هوان، ادي الاعلاميين بتوع الجزائر اللي بيتريقوا على قائد الجيش ويقولوا مش راضي يقول لنا العدو، هو العدو ده خافي. انا بقوله لك يا اختي، جاز هو عنده ملابسات سياسيه وعنده وضع سياسي ومركز كرجل دوله ما يقدرش يسمي بالاسم. انا بقول لك اهو.
اطلع يا عم ورينا مناشرات الصحف بمناسبة الأخت الصحفية اللي طالعة في قناة فرنسا 24، الصحفية الجزائرية اللي طبعا هي إخوان مية مية إخوان، لأن لبسها وطريقة الحجاب بتاعها إخوان، وهم من يتصدرون الوسائل الإعلامية لل 17 قناة، سواء كانت القنوات اللي بتملكها الدول الأوروبية أو القنوات اللي تملكها الإخوان وقطر وتركيا، هم دول اللي بيستضيفوه، بس ما بيستضيفوش حد عادي من أفراد الشعب الجزائري، ولا بيستضيفهم الوسطيين من أبناء الجزائر. وريني يا عم مقالات الصحف، أهم ما جاء الصحف خلال هذا الأسبوع من فضل. أنا هقول لكم حاجتين اتنين وهطلع فاصل. تصدقوا بالله وحق المسيح إخوة المسلمين والإخوة المسيحيين، إن أنتوا للأسف الشديد ما أنتوش مستوعبين الوضع. ليه؟ لما الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقى معارضة نظرا لقيامه بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، فلا بد أن تعلموا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقيم دولة للشعب ولا يقيم دولة له، فالباقية هو الشعب والباقية هي مصر. عندما يقولون ويتحفظون ويعترضون على علاقات اقتصادية قوية بين مصر وروسيا في مجال التسليح أو في أي من المجالات، إذن أن مصر تقف قوة إقليمية شديدة بعد أن كان مخطط لها أنها تدمر تدميرا كاملا ونهائيا. فهموا بقى، فهموا، وصلنا زعلان قوي. انا نفسي تفهموا الكلام ده زي ما بتفهموا الطبيخ. يا سلام، والله هتبقوا مامي، هنفوت الناس كلها واولاد عمنا مش هيعرفوا يشتغلون من الاخر. اللهم اني قلت اهو، ها شد يالا في كوباية الشاي يالا قوي، مزج بقى على ما ارجع لك بعد الفاص. رجعت لك يا باشا بعد الفاصل، وبعد ما شربت كوباية الشاي وتمزجت او فنجان القهوة، وفي بقى اللي بيقول لك يا عم مش هشرب قهوة الوقت اصلها بتسهر، اتفرج على الحلقة تاني اذا كنت هتسهر، اتفرج عليها على الحياة البنفسجي، لان الحلقة دي مهمة وفيها كلام انا قلته في قلبها كده خطير في وسط الكلام، علشان تركز وتعرف حاجة في غاية الخطورة. انا قلت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بطل. طب بطل ليه؟ ما هو لازم ما اقول بطل، اقول بطل ليه؟ ما ينفعش اطلع زي ناس واقعد اقول كلام وهيص وخلاص، لازم اقول السبب. طيب ايه السبب؟ لما اتوقف اقرا في رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما تولى حكم روسيا الاتحادية، ثم أتابع خطواته وكيف استطاع أن يعيد بناء دولة روسيا، دولة قوية أسقطت نظام القطب الواحد من خلال إعادة بناء الدولة من الداخل، فأعاد كتابة دستور جديد بتعديلات جديدة تتناسب مع الخطة، خطة الدولة
العميقة في روسيا التي وضعت لإعادة بنائها. أول حاجة. تاني حاجة، في عهد الرئيس يلتسن دخلت مجموعة من رؤوس الأموال إلى روسيا الاتحادية واستثمارات من أبناء العام. كيف يتعامل الرئيس بوتين؟ ركب هذه الاستثمارات ولم يجعل الاستثمارات تركب سياسة الرئيس. يبقى الرئيس بوتين خلى السياسة بتاعته تركب هذه الاستثمارات الأجنبية، ولم يعطي الفرصة للاستثمارات الأجنبية ان هي تركب السياسة بتاعته. فوجه هذه الاستثمارات لكي تنخرط في خطة بناء الدولة الروسية الحديثة الجديدة للقرن 21 بمكر ودهاء وكفاءة. فقلت أنه الثعلب الثلجي. هذا ما يفعله الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلاني أقول أنه البطل. بطل بعقله، بدرجة ذكاء، بخطة دولته العميقة على غرار ما أقامته روسيا، وأصبحت اليوم هي القطب الثاني أو قاب قوسين أو أدنى تحديدا لكي تكون القطب الثاني الذي يسقط النظرية السابقة بنظام القطب الواحد. العقيدة الدينية المسيحية الأرثوذكسية هي الخلفية السياسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي ترتبط بعلوم آخر الزمان، والتي ترى من وجهة نظرها أننا الآن في العد التنازلي الفعلي لآخر الزمان. بيرتبط الكلام ده بالموضوع اللي شغال على النت دلوقتي، وهو الخرم يعني الأسود في الحياة المادية اللي احنا بنعيشها، والحياة اللامادية التي لا نعلمها، والتي كان قد تحدث عليها منذ زمن بعيد العالم الفيزيائي أينشتاين. الكلام ده أنا قلته من 7-8 حلقات لما قلت إن ربنا سبحانه وتعالى خلق ما نعلم وخلق ما لا نعلم. الخلق الذي خلقه الله ولا نعلمه هو الخلق الغير مادي الذي يوجد خلف الثقب الأسود اللي موجود دلوقتي، ودي أحد علامات آخر الزمان، والتي ذكرت أيضا في القرآن. والليل إذا عسعس والجوار الكنس. قولوا سبحان الله، قولوا الله أكبر، قولوا أن لدينا إعلام يعلمنا ويقدم لنا المعلومة ويقدم لنا الثقافة والوعي والمعرفة لكي نفهم ونتعلم أن ما يدور على الساحة السياسية العالمية والإقليمية له خلفية قوية وشديدة مرتبطة بعلوم الأديان. لدى اليهودية في علم آخر الزمان وعلاقتها
بأرض الأديان. آه واللي في الجزائر هو ده. شوفوا يا سيدنا، الحمد لله أنا لدي تحليل وقراءة للمستقبل ولدي توقع، والعلم عند الله للي هيحصل في الجزائر واللي هتشهده المنطقة خلال الأيام القادمة، والتي سيترتب عليه إعادة صياغة جديدة لمفهوم القوات العربية المشتركة. ولكن أنا مش هتكلم، مش هقوله، لأنه خطير وفي دي حاجات تقال وحاجات ما تتقالش. ولكن توقعاتي إن هيحصل مشاكل جامدة جدا في الجزائر، وربنا يستر، وهذه المشاكل تم الإعداد لها وتم الترتيب لها وتم وضع خطتها، وأن الشعب الجزائري الآن مندس بينه مجموعات بتاعة برنارد ليفي والمجموعات بتاع جورج سورس والمجموعات بتاعة الرجل التالت ده، أنا نسيت اسمه عز، وأنا تلاقي عز فاكره، هي مجموعة واحدة اسمها مجموعة الحروب الجديدة، حروب الجيل الرابع والخامس على الشعوب المستهدفة. في ناس قالت عليها الاحتلال المدني، وناس قالت عليها التآكل الذاتي للشعوب، وناس قالت الشعوب بتولع في نفسها بنفسها من خلال استخدام الاختلافات العرقية اللي هي الاختلافات الجنسية والاختلافات الدينية، سواء كانت في الأديان أو المذاهب أو الطوائف إلى آخره. وهذا ما نبأنا به وحذرنا منه فضيلة إمام أئمة الدعاة إلى الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن إحنا كنا بنسمع الكلام بتاعه ونقول الله وخلاص. طب الله عليه مش تفهم يا أنا، مش تفهم كلام الراجل يا ألا، اهو الكلام اللي الراجل قاله فضيلة الإمام هو اللي بيحصل دلوقتي، واللي مرتبط بإيه؟ بعلماء الاجتماع وعلماء الأجناس وعلماء الاستشراق اللي وضعوا الخط. لا يا أخي، ما هو عشان يحط لك خطة يابا لازم تبقى فيها العقيدة الدينية بتاعتك عشان تكتمل المنظومة وتكتمل الولع بقى والنار تحرق بقى. وقاعدين عمالين نقول الكلام ده من 1928 لما الشركة العالمية لقناة السويس قامت بتدعيم جماعة الإخوان بالفلوس، وبقت تصرف عليهم من 28 ل 55 يعني 27 سنة بتصرف عليهم وبتديهم فلوس، وكانت وراهم في التدريبات وهي اللي كانت بتصرف عليهم لما عملوا الفرقة اللي راحوا يحاربوا بيها في غزة ولا في فلسطين. تخيل بقى، هتقول ازاي يا جدع؟ هقولك عشان خاطر يغلبوه، عشان يتهزموا. امال هيهزموا مين؟ هيهزموا نفسهم. شوف الشغل، شايف الخطط والتخطيط وانت قاعد مستنى يوم الجمعة. اول ما يجي يوم السبت بتبقى قضيتك تستنى يوم الجمعة، ليه يا ولاد؟ علشان نضرب الظفر بقى. والجمعة بتيجي بعد يوم الخميس، ها يوم ربنا بيفرج فيه. اصحى اصحى عشان تنام. انا بتري عليك، اصحى علشان ما تنامش وتبقى عينيك في وسط راسك. انا يا اخويا
لا قابض منك ولا قابض من غيرك، ولكن انا راجل بحبك. انت عارف بحبك ليه؟ لاني بحب بلدي وانت بلدي. بحب العرب ليه؟ علشان العرب بني قومي واهلي ورحمي وعرقي وكل حاجه. وانا بتكلم ايه الوقت؟ هيروغليفي، بتكلم اللغه المصريه القديمه، انا بتكلم عرب. ده احنا عندنا يا اخي مثل كان بيقول الارض بتتكلم عربي، وعملها اغنيه. احنا فالحين نعمل اغنيه الارض بتتكلم عربي وما نعملش بيها. العرب في خطر، وانا بوجه كلامي ده الى كل الشعوب العربية. احترسوا احترسوا. الشعب الجزائري بيسمعنا ولا يعلق، انما مين بقى اللي بيعلقوا على كلامه ونازلين فيها شتيمة وهرين شتيمة، والشتيمة بقى على عدد، لا على الفيسبوك ولا انا عارف على اليوتيوب ولا ايه ده اخويا. اخوان الشيطان في الجزائر، الميليشيات بتاعتهم اللي بيقولوا على نفسهم اخوان مسلمين وما هم بمسلمين، انما هم اخوان شياطين واليساريين. يعني الطابور الخامس اللي في الجزائر مجند ناس بتشتم فيه، وبقول له العز يا عز هات الحاجات دي علشان نعرضها. طيب ها، وبعدين يوم مسافر كفر الشيخ. جرى عز الحلقة بتاع بكرة، عز تمانية، عز تجيب لي الموقع والمواقع اللي انا متكلم فيها على الجزائر وهم نازلين شتيمة فيا وهريني. سامعني يابا؟ موجود على صفحة الحياة، ادخل على الجزائر وجد صفحة الحياة اللي هم واخدينها وانت هتشوف، عشان الناس تعرف. الناس تعرف ان هذا البرنامج لا يتابعه المصريين، انما يتابعه العرب من المحيط الى الخليج. ومين اللي قاعد مترصد له هذا البرنامج؟ هم حاطين له خطه. ايه خطته؟ هم شايفين ان البرنامج ده هو اللي بيواجه ال17 قناه القائمه على تنفيذ حروب الجيل الخامس من خلال استخدام الاعلام، فعمالين بيكسروا في البرنامج على الانترنت والفيسبوك واليوتيوب. احنا معانا فريق من السوشيال ميديا يا عز يقدر يساعدنا، اطلبه عشان يجيب لنا الحاجات دي. ليه النهارده يا سعاده الباشا؟ انا قلت لحضرتك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيعيد او اعاد، وهو في المراحل النهائيه الان، هو في المراحل النهائيه الان للانتهاء من بناء روسيا الاتحاديه، ملك الشمال. يبقى هو ايه بقى روسيا الاتحادية؟ ايه بقى عند الجماعة بتوع علم اخر الزمان اللي زي حالاتي؟ ملك الشمال. خلي بالك لما تيجي بقى حضرتك تشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي تلاقي التشابه ما بين ما قام به بوتين وما يقوم به السيسي. رقم اتنين، الرئيس بوتين كان ضابطا في المخابرات الروسية، الرئيس السيسي كان ضابطا في المخابرات الحربية المصرية.
ففلسفة الإدارة جاءت من انعكاس المهنة. أي واحد عنده مهنة بتنعكس على شخصيته. أنا كتوفيق عكاشة بتنعكس على شخصيتي مهنتي الإعلامية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كضابط مخابرات بتنعكس مهنته على شخصيته. الرئيس بوتين كضابط مخابرات بتنعكس شخصيته على ايه؟ بتنعكس، انا اسف، مهنته على شخصيته. من هنا الخطوره. محللين العالميين والمراقبين والذين يعملون في الدول العميقه او في اجهزه في الاجهزه العميقه للدول يقول لك هؤلاء أشخاص قادمون من أجهزة عميقة فيعكسوا خطورة على أعدائهم. على مين؟ على أعدائهم. دايما من يملك المعلومة يملك الخطورة، لأنها بتتيح له اتخاذ قرار مناسب وسليم وصحيح. عندما نتحدث عن التعديلات الدستورية فنحن نتحدث عن جزء من إعادة بناء دولة. هذا الجزء يتواكب مع البناء الاقتصادي، البناء السياسي، البناء الاجتماعي، البناء الصحي، البناء الإعلامي، البناء التعليمي الذي يحدث على أرض الوطن. أنا تحدثت في إحدى الحلقات الوقت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم البلاد تعاني من تهالك تام للبنية الأساسية اللي هي الطرق والكباري يا أخوي والكهرباء يا أمه والمية يا باشا والصحة والتعليم والإعلام. فقام بإعادة البناء، إعادة بناء الإيه؟ البنية الأساسية. أمال هنعيش وهنكمل إزاي لما يبقى عندنا جهاز الصرف الصحي متدمر وبدأنا نمشي في الشوارع نلاقي الصرف الصحي ضار؟ قرية دونشواي هي إحدى قرى محافظة المنوفية وإحدى قرى مركز الشهداء، وهي قرية تاريخ معروف. دونشواي القرية التي قاومت الإنجليز، قرية الشهداء اسمها دونشواي، وأطلق اسم الشهداء على المركز بتاعها في المنوفية. لا يوجد بقى صرف صحي لا حتى الآن. وقرية دونشواي دي بينها وبين قرية ميتا بوكوم بلد الرئيس الأسبق الشهيد البطل الزعيم الراحل محمد أنور السادات حوالي 10 كيلو أو 12 كيلو. ما فيش بقى صرف صحي. إذن أن هناك ما يزال قرى في مصر سوف يصل إليها الصرف الصحي. فعندما نتحدث عن إعادة بناء البنية الأساسية واستكمال البنية الأساسية إلى القرى التي لم تنعم ولا تنعم بكامل البنية الأساسية، فإحنا ما بنطبلش ولا بنرقص ولا بنكذب ولا بنقول كلام. انا جايب لك قريه اهي، قريه من التاريخ، مش جايب لك قريه من الجغرافيا. وكان بينها وبين بلد الرئيس انور السادات 12 كيلو، وبينها وبين بلد الرئيس مبارك كفر مصلحه 24 كيلو ولا 27 كيلو. في ابن
نحن نعيد بناء دولة كاملة، وهو نموذج أربط بينه وبين النموذج الروسي، رئيس بوتين في إعادة بناء روسيا. إذن عندما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد، لم يتسلم ورود، ولم يتسلم قشطة، ولم يتسلم فستق، ولم يتسلم بندق، ولم يتسلم شوكولاتة، إنما تسلم حجارة، وتسلم طوب، وتسلم حنظل، ونعيد البناء. انت النهارده اخو عندك شبكه طرق. انا اقول لكم على حاجه، علشان كنت اطلع من بلبيس اللي هي العزبه بتاع امي، اروح المنوفيه مركز تلة، او اروح كمشيش او البلاد اللي حواليها الشهداء، مركز الشهداء او الكلام ده، كنت باخد قد ايه؟ كنت باخد ساعتين ونص او ثلاث ساعات الا ربع عشان اروح اطلع من بلبيس اروح هناك. كنت باخد ايه بقى؟ كنت بطلع طريق من بلبيس للزقازيق، ومن الزقازيق لبنها، ومن بنها لشبين الكوم، ومن شبين الكوم لايه؟ للشهداء او لتالا، واخش مدينه الزقازيق، واخش منيا الامن، وادخل على بنها الف. اول امبارح كنت في مؤتمر لدعم الدستور، لدعم التعديلات الدستوريه وشرحها في كمشيش في مركز تلة في محافظه المنوفيه. طلعت من بلبيس، وصلت شبين الكوم بالظبط في تلت ساعه، والله العظيم في تلت ساعه. ازاي؟ طلعت من بلبيس على الطريق شبرا بنها الحر، ركبت طريق الإسماعيلية شبرا بنها الحر الصحراوي، ومنه نزلت على طريق شبرا بنها الحر على ايه؟ على شبيه. تلت ساعة. الطريق ده اتعمل في قد ايه؟ ولا طريق بقى بيطلع بقى واخد لك من الدائري على مفرع بقى تفرعات، تلات اربع تفرعات، طريق الصحراوي اسكندريه، طريق الصحراوي اسمها الاسماعيليه، السويس، الى اخره. بداوا فيه 2015، اصل هو قدام منين؟ جنبينا على طول. بدأوا فيه 2015، انا ماشي عليه بقالي سنة بمشي عليه، يعني في ثلاث سنين خلص. قريب ما يتم واعادة بناء الدولة واعادة ترميم الدستور اللي انا قايل عليه من يوم ما عملوه، والتعديلات الدستورية ليست، وانا بقولها لك اهو وبالفم المليان الممتلئ، ليست للرئيس عبد الفتاح السيسي، انما هي للدولة، للوطن. فالتعديلات الدستورية ليست لشخص، وانما لشعب، لأمة، لحضرتك، عشان الحفاظ على إعادة البناء واستمرار واستكمال إعادة البناء من خلال التعديلات الدستورية التي تنقي الدستور من نقط الضعف اللي فيه، اللي كانت محطوطة علشان تعمل مشاكل، فتوقف عجلة البناء والتنمية ومسيرة الوطن، وتسمح بوجود فجوات في مؤسسات الدولة حتى يسمح لاختراقها، وندخل السوس بقى ونوقع البلاد بقى. عرفتوني والله،
انا يا ناقص امشي اكلم نفسي من الكلام اللي انا بقعد اقوله لكم، ما شايف حد بيسمع كلام. تخش يا عم بالتعديلات الدستوريه. شوفوا يا سيدنا، اقول لكم على حاجه. انا كنت عضو في هذا البرلمان واترفدت. انا لو كنت موجود في هذا البرلمان كنت ساعلن كل الموافقه والتاييد لهذه التعديلات الدستوريه، بل بالعكس كنت ساطالب بمزيد من التعديلات الدستوريه. وهذه كلمه لله وشهاده حق. طيب النهارده سعاده الباشا، كيف يقاس علاقه الشعب وارتباطه واقتناعه بالسلطه الحاكمه بتاعته عندما يحدث استفتاء؟ درجة الإقبال بقى على الاستفتاء، عدد الناس اللي هتروح. ما انت قدام منك عدو قاعد عمال يراقبك، بص اقسم بالله بيراقب الشوربة ولا المرقة اللي انت بتضربها بالمعلقة يوم الجمعة بعد ما بتذبح الظفر، مراقب. فهيراقب يشوف اذا الشعب خرج بأعداد كبيرة، لأن احنا عندنا جمعية عمومية من الناخبين بتتخطى ال 55 مليون، يعني قوة ضاربة، يعني أضعاف عدد من الدول، يعني زي دولة زي قطر ونلم معاها شوية دول كمان يبقى أضعاف. هيشوف كم واحد هيروح فيقيس، بيقيس بقى أول حاجة درجة المشاركة الشعبية. ركز معايا عشان تفهم بدل ملطم على صداق. فبيقيس درجة المشاركة الشعبية اللي بناء عليها بيقول لك إذا كان الشعب المصري متمسك ببلده وبوطنه وعنده وطنية وهيقف ضد عدوه اذا عدوه بغته، يعني هوب هجم عليه، ولا مكبر الجمجمه وام انت خنايم يا ولد. شوف بيقيس ايه، افهم بقى القصه مش قصه تروح ولا ما تروحش، القصه قصه انت بيتم تقييمك ازاي. ازاي؟ ادي اول نقطه. طب تاني نقطه، بيقول لك مدى التحام الشعب مع السلطة بتاعته واقتناعه بخطته في إعادة بناء الوطن والبلد. إذا إن كون إن أنت تروح لصندوق الانتخابات في الاستفتاء، القصة مش قصة داخلية، مش قصة محلية بس، يبقى أنت بتفهمش. لو في دماغك انها موضوع محل يعني موضوع داخلي، لا، ده انت بيتم تقييمك وحسابات افكارك وبيدخل في نفسيتك من جوه بالتحليل بقى والعلماء والمراكز البحثية والشغل اللي شغالين عليه من خلال التصرفات بتاعتك. وهل انت اصبح لديك ثقافة ووعي بيختلف عن الاول، ولا جاهل زي ما انت؟ شوف بقى يا معلم، شوفوا بقى يا خالة سني، انت وخالة سعاد وسعدية وفتحية وجمالات وعزيز، اسمعوا الكلام ده يا اولاد. وانت يا ستام، انت وجورج، القصة مش تروح ولا ما تروح، القصة هناك تقييم للفكر الشعبي وللوطن، درجة الوطنية بتاعتك. وهل انت اصبحت مثقف ولا جاهل زي ما انت؟ افهموا الكلام يا سيدنا عشان تستوعبوه. ليه؟ لان ما يدور في الجزائر هي حرب تستهدف
مصر، فمصر هي العمود الفقري، وهي العقل، وهي القلب، وهي الرحم للجنس العربي بأكمله. لما ندمر الرحم خلاص، لما نكسر العمود الفقري وقع لفندي، لما نخرب دماغه ندخله مستشفى المجانين، لما نوقف قلبه ندخله المشرح. والله انا غلطان. فهذه يا مصر لامتها العربيه. والله الكلام بتاعي عايزين تصدقوه صدقوه، ما انتوش عايزين تصدقوه لكم جزء، وده جزء، جزء وده مش ودن واحد، خدوا منه اهو، خرجوا منه اهو. بس انا عندي الودن التانية فيها البتاع الاربيز دي، سمعت؟ هطلع فاصل وارجع لك تاني، اوعى اتحرك. استنيتني على ما رجعت، رجعت لك اهو. اسمع بقى، وقت الحلقه خلص، بس انا لسه عندي كلام يجي اكتر من نص ساعه، بس اعمل ايه؟ هضطر اخلص. اه والله وانا حزين. اسمع اما اقول لك يابا، الخطه اللي عليك يا حبيبي كالاتي، واكتبوها ورايا وسجلوها عشان تبقوا عارفينها وانا قلتها لكم. الخطه دي على مصر. هو دلوقتي يا باشا بيعمل لك حزام النار من الغرب والجنوب، وعندك من الشرق. انت فاكرين العمليه الارهابيه بتاعت اول امبارح اللي حصلت في الشيخ زويد، ومش عارف بقول لك ابو هاجر المصري احد ارهابي داعش فجر نفسه؟ الله، ليه عمل ده؟ دي عمليه يائسه، عمليه يأس بقى، اصبح عندهم يأس من القوة الأمنية اللي موجودة بمعرفة القوات المسلحة وقوات الشرطة. خلي بالك، فأصبح اليأس بيولد الانتحار. اليأس بيولد ايه؟ الانتحار. انا بشرح لكم اهو ليه حصلت. فيقول لك بدل ما اموت في طيس انا كده كده ميت، اما موت نفسي واخد معاه تلات اربعة. تخيل، يبقى ده اسلام ولا له علاقة بالاسلام؟ ولكن احقق حاجة، اعمل وش، اعمل شوشرة على مصر وانا ميت ميت. يبقى الانتصارات التي تحققها الدولة بمعرفة القوات الامن وبمعرفة الجيش المصري على ارض سيناء، وخلي بالك الارهابيين دول انت بتقول ما بيخلصوش، ما هم بتمونوا يالا، ما عمال يمون لك يالا، كل ما تخلص يمون لك جديد. فلما وصلوا لمرحلة اليأس نظرا للانتصارات اللي حققتها مصر على الارهاب في سيناء، بينتحر، ينتحر وياخد معاه تلات اربعة. افهم الكلام عشان انا بشرح لك اللي بيحصل والاوضاع ونفسيات الدواعش، ركز معايا. طيب ايه تاني يا عم توفيق؟ ده في كتير، بس وقت الحلقه هو اللي هيخلص، خلي بالك. علشان كده انا بقول لحضرتك، القادم او مش القادم، الان دلوقتي اهو واحنا بنتكلم مع بعض يا اخوي، حالا احنا فيها، نحن في حرب، و يعني حرب غير عاديه. الخطه بتاعتها ايه بقى يا يالا؟ الخطه بتاعتها قايمه عليك انت، على الشعب. اسمها ايه؟ اقول لك العنوان بتاعها، عدم قدره الشعب المصري على التحمل تؤدي الى السقوط. ادي الخطه. يبقى هو بيشتغل على انه ما يخليكش تتحمل فتسقط. عرفت يا حبيبي؟ طيب النقطة التانية ايه في الحرب؟ انه بيخطخضك، يوديك شمال ويجيبك يمين، زي الغرباء. ما انت عمال تغربل بقى شوية رز ولا تغربل غلة ولا حاجة. مركز معايا؟ اه.
وشغال عليك ب 17 قناة، 17 قناة قاعدة عمالة تشتم، وقاعدين عمالين يشككهم، وما يطلع قرار يقعدوا يجيبوه ويفنطوه ويشككوا فيه، ويقول لك طب ما كان يعمل كذا، يعني كذا فايدته ايه، ويحاول يقنعك بان السلطة الحاكمة بتاعتك غلط. تقوم انت تقول الله جرايه قال كانهم غلط واحنا متحملين، ده احنا كده هنروح في نصيب، تقوم واقف. يبقى نجح. يبقى ايه؟ يبقى ايه يا افتخي؟ نجح. طب انا بقول ايه؟ انا بوضح وسايبك انت حر بقى، لان في مثل يا اولاد بيقول ايه؟ ما حك جلدك ده مثل ظفرك ده فتولى انت جميع امرك. يعني لو انت ما فهمتش المقصود ايه وعايز يتعمل فيك ايه وهتقف ازاي، انت اللي رايح في نصيب. انا دور عمال اشرح لك واوضح لك واقول لك بما يرضي الله. الرئيس عبد الفتاح السيسي انهى زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية، هنشوف هذا التقرير وارجع لحضراتكم تاني. الكلاب تنبح وقافلة مصر الحرة تسير، هذا هو لسان حال مصر أم الدنيا التي تسير بخطى ثابتة مرفوعة الرأس، يعانق شموخها عنان السماء، لا تلتفت للخلف تاركة وراءها الأقزام والتوابع والصبية المراهقين الذين يسيرون في ركاب من هم على شاكلتهم من داعمي وممولي التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم. فشتان الفارق بين الثرى والثريا، بين من يحمل على كاهله هموم وأحلام وطموحات أمة وقارة بأكملها، ويجوب المحافل والمؤسسات الدولية مدافعا وباحثا عن مصالحها، وبين من باعوا أنفسهم وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أزلة خانعين خداما تحت أقدام عثمان لي مصاب بجنون الخلافة الوهمية التي أرسى قواعدها في بيوت الدعارة والبغاء المقننة والتي تنتشر في مملكته الإرهابية. ومن هنا كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية ضرورية، فهي الزيارة الثانية له منذ توليه الرئاسة عام 2014. زيارة الرئيس السيسي كانت ثرية باللقاءات والمباحثات في شتى المجالات، حيث شهدت استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث تم التباحث حول سبل تعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر، لا سيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي أشاد الرئيس الأمريكي بها وبمجمل الخطوات الناجحة التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، مؤكدا رغبة بلاده في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما. وتطرق اللقاء إلى ملف مكافحة الإرهاب، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم وشجاعة لخطر الإرهاب باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويمثل تهديدا جسيما للسلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن مصر تعد شريكا محوريا في الحرب على الإرهاب. وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم لها سواء بالمال أو السلاح أو الأفراد. كما تم التطرق خلال المباحثات لمسألة سد النهضة، حيث أوضح الرئيس مسار المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا وأهمية التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحافظ على الحقوق المائية لشعب مصر ويرعى قواعد القانون الدولي.
كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس السيسي أهمية التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وبحث آخر التطورات فيما يخص الأزمة الليبية والخطر الذي تشكله جماعة الإخوان الإرهابية. وقد أشاد الرئيس الأمريكي بالعمل العظيم الذي يقوم به الرئيس السيسي، وقال: أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم، فهو رئيس عظيم. وأشاد ترامب بإحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وبجهود تمكين المرأة وتعزيز الحرية الدينية في البلاد، وأكد أنه يعمل على تعزيز شراكة بلاده مع مصر وتشجيع الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط ككل، ويتعاون مع مصر لإيجاد حلول لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وتساهم في علاج مشكلات النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن وتحقيق التقدم في التحالف الاستراتيجي الخاص بالشرق الأوسط. الزيارة حققت نجاحا كبيرا وأحدثت صدى واسعا، وقد أبرزتها الصحف والمواقع العالمية، واهتمت شبكة CNN الإخبارية بحديث ترامب عن الرئيس السيسي، والذي وصفه بالرجل الرائع وأنه يؤدي عملا جيدا في مصر. وأبرزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حديث الرئيس الأمريكي عن العلاقات التي تجمع بلاده مع مصر، والتي وصفها بأنها الأفضل من أي وقت مضى. وركزت التغطيات الصحفية المتباينة على التعاون المصري الأمريكي والأولويات المشتركة بين البلدين، مع التأكيد على أن مصر هي حجر الزاوية في الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. فتحية إلى رجال حملوا الأمانة وكانوا على قدر المسؤولية ويعملون ليل نهار في سبيل مصر والأمة العربية بالفعل، وليس بالأقوال والشعارات في المنابر الإعلامية المأجورة. أقسم بالله أنا عندي كلام أقعد ساعتين كمان، ولكن وقت الحلقة، عشان كده أنا هقول لكم معلومتين اتنين وأختم الحلقة. أول معلومة الناس بتسأل: هو الرئيس الأمريكي بيحب الرئيس المصري ليه؟ أقول لك: لأن الرئيس الأمريكي منهجه قومي، عاشقا للقومية الأمريكية، والرئيس المصري قومي عاشقا للقوميات العربية، فهناك اتفاق في الرؤية والنزعة للقومية. ممكن يكون هو ما بيحبش القومية العربية الرئيس الأمريكي، ولكن مقتنع بأن هذا الرجل زيه له نفس الفكر، كل في العرق بتاع الرئيس الأمريكي في العرق الأمريكي، والرئيس المصري في العرق العربي المصري أو المصر العربي. عرفت يا بيه؟ هذه نقطة. المعلومة التانية: المشير خليفة حفتر بيحاصر طرابلس. الحقيقة لابد من أن يقوم بإحكام حصاره على طرابلس برا وبحرا وجوا. ليه؟ في طيارات بتطلع من طرابلس محملة بالفلوس، إيش دولار وإيش يورو وإيش جنيه استرليني، فلوس، بدل ما بتحمل بضاعة طيارة بتحمل فلوس، يعني الشلاجة 40 طن فلوس، ده أقل حاجة. تروح على تركيا فتقوم بتمويل الإرهاب، وتروح على إنجلترا مركز الإخوان والإرهاب. أمال إنجلترا يا أخوي قامت قلب الدنيا ليه؟ عشان طيارات الفلوس اللي بتروح ليه، وبعدين يرجع تاني يصرفوا عليك انت، يعني من دقنه وفتله، بيخربك بفلوسك، بيحرقك بفلوسك، بيدمرك بفلوسك، صرفش حاجة. وانت قضيتك شوية الشوربة اللي شربتهم النهاردة من ذكر البط ولا من شوية اللحمة ولا من الفرختين، وده ينفع؟ وده ينفع؟ أنا لغاية يعني أقعد كده لغاية إمتى؟
ركزت معايا؟ اتفرج على الحلقة تاني، على الحياة البنفسجي دلوقتي على طول، بقول لك اهو عشان حلقة بكرة اشد. اللهم اني قد بلغت، اللهم فشل، بدأتها بكلمات الله ولا استطيع ان اختتمها الا بكلمات الله، لكي تكون وصال بيني وبينكم. ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. استودعكم في حفظ الله ورعايته، على امل ان التقي بكم غدا ان شاء الله.